ملامح رمضانية تتجلى هنا بكل تفاصيلها في محافظة الحسكة. يفترش الباعة الطرقات وترتفع أصواتهم مهللة بقدوم الشهر الفضيل عبر بيعهم لكل الأصناف التي تحتويها المائدة الرمضانية. الدعوات والأماني ترفع إلى السماء في شهر البركات، ويأمل السوريون أن يعود هذا الشهر بالخير والبركة وأن تبقى سوريا حصنة منيعة ضد الإرهاب. نتمنى أنه ينعاد علينا وعلى العالم كلها أجمعين، وكل عام أنتم ألف خير إن شاء الله. رمضان كريم وإن شاء الله سنة خير على العالم كله وعلى المسلمين كلياتهم، سنة فرج ورحمة وخير. رمضان كريم. مبسوطين ومكيفين، وإن شاء الله ظلت قدوم علينا الوطن ودوب علينا العز وعزوة، والله احنا حسك محافظة حسك بألف نعمة وخير، الحمد لله رب العالمين. رمضان ينعاد على سوريا بخير إن شاء الله، كلياتنا بخير وسلامة الحمد لله. عايد على الشعب السوري ونقول لهم كل عام وانتم بخير برمضان، إن شاء الله رمضان الجاي وعيد الجاي إن شاء الله يكون بلدنا آمن وخالية من الإرهاب إن شاء الله. أجواء لطالما اعتادت عليها كل المحافظات السورية وامتازت بها، يعيشها اليوم السوريون بفضل من ضحى بنفسه لكي ينعم الوطن بالأمن والأمان بفضل رجال الجيش العربي السوري.